أنا اسمي حسن علي حسن أحمد، أنا المدير الإداري لمركز المشرق العربي للتدريب. طبعاً المؤسسة اللي عندي واللي هو مركز المشرق العربي للتدريب، طبعاً هو أنشئ سنة 2000 نوفمبر 2000، صار له 11 سنة، متخصص في عدة مجالات من جملة طبعاً الصحة والسلامة. طبعاً اللي حفزني حق هالبرنامج طبعاً مرور الوقت، صار يعني كذا المؤسسة تطور وتقدم وتوفر برامج أكثر، زادوا على الموظفين، فتحتاج إلى نظام معلوماتي متطور حتى يواكب التطور اللي قاعد يصير في المعهد. إذا خلينا نفس الشيء نحتاج الموظفين أكثر حق يعني يسوون هالعمليات، فاضطرنا لازم نجيب برنامج يواكب التطورات والعمليات اللي قاعد يسويها. وسمعنا في نفس الوقت إنه أكو يعني تمكين قاعد تقدم دعم لبرامج مثل هالبرامج، فطبعا رحنا لتمكين وطبعا استفدنا من هالبرنامج، قدمنا هالبرنامج استفادة منه. طبعا البرنامج كلش مفيد، كلش ممتاز صراحة، يعني لاحظنا ان يعني اداء المؤسسة كان افضل، يعني حتى الشركات كانش مرتاحة من سرعتنا في التقارير والتسجيل الطلاب. والشيء زين فيه انه يعني ممكن الطالب، ممكن الشركة تقدر، لانه صار اونلاين سيستم، فممكن اي طالب يقدر يدخل يشوف درجاته ويشوف جدوله، اي مؤسسة مثلا تروح تشوف تقاريرها وكل شيء، فكل شيء اونلاين من طريق الاونلاين. فهذه وايد له يعني له دور ايجابي للكستمر مالنا ولنا احنا بالذات يعني، وخفض التكلفة بالنهاية. والله فعلا في برامج مفيدة في التمكين. احنا حاليا قاعد نفكر في برنامجين قاعد نفكر فيهم صراحه، ونقدم لهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا لماذا؟ لان صراحه يعني ما في مكان مثل تمكين صراحه يقدمون لك دعم مالي، وطالع احنا 20% الى 50% يرجعون لك المبلغ يعني. فانا صراحه ما شفت ولا مؤسسه في العالم تسوي لك هالخدمات صراحه يعني بدون تمكين ما اقدر صراحه، بدون تمكين ما نقدر صراحه نطور هذا المعهد، سواء خطة موجودة بس تطويرها يحتاج دعم مالي، وطالما تمكين قاعد يساعدنا فممكن احنا نطور هذه. وصراحة نشكر صراحة الشكر الأول يروح صراحة لتمكين. يعني أنا صراحة يعني النصيحة حق كل المؤسسات، طالما أنه في يعني تمكين قاعد تدعمكم، استفيدوا يعني، هي طوروا مؤسساتكم، لأن أنت كل ما طورت المؤسسة يعيد لك مبلغ ما يعني عائد مالي كثير. فأنصح الكل صراحة يستفيدوا، حتى يعني مو بس المؤسسات، حتى الأفراد، يعني في برامج خاص حق الأفراد، تطوير، تنمية، موارد بشرية يعني. فأنصح الكل والمؤسسات يستفيدوا من برامج تمكين صراحة، والشكل الأول صراحة يرجع لتمكين يعني.